ومن إخوانه تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. فاللهم اجعلنا من الفائزين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في دينك يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. معاشر الإخوة، ما زلنا في رحاب موضوع الحكمة وتطبيقاتها. تحدثنا عن الحكمة في الدعوة إلى الله، وما أدراك ما الدعوة إلى الله التي قال الله عنها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن أمر آخر أو تطبيق آخر من تطبيقات الأمر بالمعروف، من تطبيقات الحكمة، وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب كبير وباب عريض ومبدأ عظيم من مبادئ الإسلام، بل إنه خاصية من خاصيات هذه الأمة. هذه الأمة جعلت الخيرية فيها كما قال المفسرون لهذا السبب ولهذه العلة، كونها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يأمرون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال أيضا سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ما قال أعداء بعض، قال بعضهم أولياء بعض. ما هي العلاقة؟ قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، إلى آخر الآية. المتتبع إلى هذه الآيات الثلاث يلاحظ شيء، أن الآيات تقدم فيها الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر، وهذا له حكم. علينا نقرأ آيات الله ونتدبرها، ما علينا أن نمر على الآيات هكذا. لذلك أهل التفسير وأهل العلم ينتبهون إلى هذه المسائل، يقولون: لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل الآيات، ليس في هذه الآيات الثلاث فقط، وأيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هنالك حكمة. الحكمة تكمن في أن الأمر بالمعروف هو الأصل، وأن النهي عن المنكر هو باب من أبواب الأمر بالمعروف. وهذه مسألة للأسف لا يفقهها كثير من الناس، ولذلك العلماء الذين كتبوا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضعوا ما يسمى فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
ووضعوا له شروط أجمع على 10 شروط سنذكر منها اليوم 5 إن شاء الله تعالى. المسألة معاشر الإخوة ليست مسألة هينة، هي مسألة دين، ومسألة دين قد ينبني عليها خير أم شر. قد يكون الأمر بالمعروف يؤدي إلى شر، وقد يكون النهي عن المنكر يؤدي إلى شر، إلى إذا لم تعلم أحكامه ولم تعلم ضوابطه ولم تؤخذ بشروطه. ولذلك إن شاء الله تعالى سنتحدث في هذا الباب. ثم إن حديثا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه أيضا مسألة تدخل في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي يسميها أهل العلم التدرج. التدرج، هنالك مراحل، هنالك وسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بمعنى إن استطعت أن تغير منكرا أو تأمر بمعروف بيدك فافعل، فإن لم تستطع، بمعنى أنه لم تتوفر لك الشروط، أو أنه غلب على ظنك أن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر باليد سيؤدي إلى ضرر، فإنك تذهب إلى المرحلة الثانية، فإن لم تستطع بلسانك. وهذه مسألة أيضا معاشر الإخوة علينا أن نعلمها، ليس كل الناس يستطيع أن يغير المنكر بلسانه. هنالك من رزق الحكمة في الحديث، في النصح، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، وهنالك من لم يوفق إلى ذلك والعياذ بالله. قد يريد يقول خير فيؤدي إلى شر والعياذ بالله. لذلك الإمام العلم، الإمام سفيان الثوري، سفيان الثوري لمن لا يعلم هو صاحب مدرسة فقهية، صاحب مذهب فقهي، إلا أن مذهبه لم يدون كما دون مذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد، لكن سفيان الثوري يعد إماما صاحب مذهب كامل. ماذا يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله؟ يقول: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال 3. ثلاث خصال: أولا أن يكون رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى، بمعنى أن تكون له حكمة في الأسلوب، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسنضرب عليه أمثلة بعد ذلك إن شاء الله. أن يكون رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى، أن يكون عدلا فيما يأمر، يعني لا يتجاوز حد الله، وعدلا فيما ينهى، أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. 3 شروط وضعها: الرفق، العدل، العلم. ولذلك وضع الإسلام ووضع أهل العلم شروطا كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أجمع كما ذكرت على 10، وسنذكر منها 5 إن شاء الله تعالى. الشرط الأول أن يكون في ذلك إخلاص لله تعالى، تكون النية لله، أنت تريد أن تصلح أحد أو تأمر أحد بخير أو تنهى أحد عن شر، أن تكون نيتك لله
سبحانه وتعالى وهنا يفصل في ذلك بمعنى لا تكون نية تشفي أو أن لا تكون نية تكبر أو لا تكون نية إذلال أو لا تكون نية استصغار أو لا تكون هنالك نية تتبع للعيوب والعورات. علماؤنا ذكروا هذا وتكلموا فيه، منهم الإمام القرطبي والإمام الشاطبي وغيرهم ممن تحدثوا في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعطي أمثلة على ذلك. بعض الناس معاشر الإخوة كيف يعيش؟ يعيش وهو عنده مجهر يرى به أحوال الآخرين، تتبع هذا كيف صلى، وهذا كيف قرأ القرآن، وهذا كيف خطب، وهذا كيف تكلم، ويا أخي الحرف هذا كان مرفوعا وليس مجرورا، يا أخي صلاتك رأيتك لم تركع الركوع اللازم الكامل. هذا ليس من منهج المسلمين. منهج المسلم لا يحرص على أن يرى الآخرين على خطأ، بل حرص المسلم على أن يكون الآخرين على خير، وهذا هو الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قدم الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف هو أنك تريد أن ترى الآخرين على خير، هو أنك تريد أن تعين الآخرين على الخير، هو أنك تريد أن تدل الآخرين على الخير. وهذا يتطلب إلى فن، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كيف كان يرشد الناس إلى الخير صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الخطأ ويرى العيب في الإنسان؟ كما قال ذلك الذي ذكر حديث الصلاة، صلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم رجل صلاة كلها أخطاء والصحابة اغتاظوا منه، قال فلما أتممت جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان إنما الصلاة كذا وكذا 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 وكذا. علق العلماء على هذا الحديث، قال ولم يذكر له النبي عليه الصلاة والسلام قوله ما لماذا فعلت كذا وكيف فعلت كذا، لم ينهاه بالمرة، إنما ذهب إلى تعليمه وإلى إرشاده. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الله تعالى بعثه رحمة مهداة. بعث الله عز وجل محمد عليه الصلاة والسلام ليخرجه من الظلمات إلى النور، ليرشده من الخير، ليدله من الخير، ليعينه من الخير. إذن هذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام. هنالك منهج آخر هو ما يسميه العلماء منهج الخوارج. منهج الخوارج هو منهج ينبني على تتبع الأخطاء وتتبع العيوب وإقامة الحروب، وهذا ليس من الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الخوارج لم يكونوا هم في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن تنبأ بهم، قال يأتي قوم، يأتي أناس لا يقيس أحدكم صلاته إلى صلاتهم ولا صيامه إلى صيامهم. بمعنى في مسألة التطبيق والدين والعبادة هم في أعلى الدرجات، لا يوجد مثلهم في العبادة والصلاة والصلاح والاستقامة والزهد والقرب إلى الله. لكن للأسف الشديد اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بمعنى أنهم خارجون على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم على صلاح، مع أنهم على خير في الدين والتقوى والعبادة والزهد، لكنهم أخطأوا. لماذا؟ تعلمون ما ذكر على الخوارج معاشر الإخوة؟ ذكر على الخوارج زمن الفتنة أنهم كانوا يحاصرون مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ووقفوا على الطرق
وكانوا يسألون الناس أنت ممن؟ مع من؟ مع علي أم مع من؟ فكان من يذكر لهم أنه مع علي رضي الله عنه يضربون عنقه، يستبيحون دماء المسلمين. فإن قال أحدهم إني مشرك قالوا أجرناك، لقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يبلغ مأمنه. فلذلك معاشر الإخوة انظروا إلى فساد المنهج. إذا لا يكفي فقط أن يكون الإنسان الذي يريد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، لا تكفي أن يكون له نية صالحة، بل يجب كما قال الإمام الثوري رحمه الله أن يكون رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى، عدلا فيما يأمر، عدلا فيما ينهى، عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. إذن قلنا هذا الشرط الأول، شرط النية أن لا تكون تشفيا، أن لا تكون ظلما، أن لا تكون استصغارا، أن لا تكون تتبعا للعورة، أن لا تكون هوى، أن يكون أمر ذلك كله لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني هو أن يكون المنكر معلوما. المنكر لابد أن يكون معلوما، ولذلك لا يؤمر بمعروف وينهى عن منكر بجهل. قد يأتي بعض الناس معاشر الإخوة وينكر شيئا هو لا يعرفه، ينكره على الآخرين، وقد يكون ذلك الأمر شرعا. وسأعطي مثل. في مرة من المرات صارت خصومة بين جماعة من المسلمين من المصلين في سفر، قام الناس يصلون بأحذيتهم، قام بعض الناس يصلون بأحذيتهم، وقال بعضهم وقال لا يصلي أحد بحذاء، أنكر شيئا. فرجعنا نستدل ونبحث في هدي من؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدنا، وأرجع إلى الفتاوى موجودة والحمد لله رب العالمين، من فتوى الشيخ بن باز، ومن فتوى الشيخ العثيمين، ومن فتوى مشايخ الأزهر، ومن فتوى العلماء الكثر، قالوا أن الصلاة بالحذاء إذا كان طاهرا هي سنة، ليس فقط مباح، سنة. فصاحبنا أقام الدنيا ولم يقعدها على مسألة أنكر شيئا لم يكن معروفا. إذن هذه لابد الشرط الثاني أن يكون المنكر معلوما، أي أنه ثابت وليس مسألة ظنية. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن لا يكون المنكر، أن لا يكون في مسائل الاختلاف. لماذا؟ لأن العلماء وضعوا قاعدة، قالوا لا إنكار في المختلف عليه. جاء واحد سجد فنزل في سجوده بيديه على مذهب الإمام مالك وعلى قول بعض السلف، وجاء واحد سجد فنزل بركبتيه بقول بعض العلماء وقول بعض السلف استدلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي واحد ينكر ذا هذا على ذلك، قال هذه المسائل لا تجوز لأنه لا إنكار في المختلف فيه. لذلك نذكر قصة جميلة عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال كان عمر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فسمع رجلا يقرأ القرآن يصلي على غير ما كان يقرأه عمر، فغضب عمر. عمر كان غضبه هنا كان غضبه لله تعالى، كان يخاف أن يحرف القرآن. ففرغ الرجل من صلاته فأخذه عمر بقوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا رجل يقرأ القرآن على غير ما أقرأتنيه. فقال اقرأ، فقرأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، ثم قال يا عمر اقرأ، فقرأ عمر فقال عليه الصلاة والسلام نعم، فأقر هذا وأقر ذلك. وهذه مسائل الإقرار، لأننا نعلم أن القرآن نزل بسبعة أحرف وفيه عشر قراءات متواترة، فالاختلاف فالإنكار لا يكون في مسائل الاختلاف. إذن هذا أيضا من الفقه معاشر الإخوة.
القاعدة الرابعة أو الشرط الرابع أن لا يدفع المنكر بمنكر مثله أو أكبر منه. وأجمل مثال على ذلك حالنا نحن في هذه الديار. ماذا يقول الله تعالى؟ ولا تسبوا الذين كفروا عدوا بغير علم. تجي تسب كافر واحد لفظه سيء ومنطقه سيء وكل ما فيه سيء والعياذ بالله، تجي أنت تسبه أو تستفزه، ماذا يؤدي ذلك؟ يسبك ويسب دينك ويسب قرآنك ويسب نبيك ويسب ويقول ما يريد. فماذا يقول الإسلام في ذلك؟ يقول أنك تأثم. لماذا؟ لأنك لم تعلم بالحال. إنكارك على هذا أو حديثك مع هذا أدى والعياذ بالله إلى منكر. فلذلك لا يجوز تغيير المنكر بمنكر مثله أو منكر أكبر منه. والقاعدة الخامسة أن لا يؤدي تغيير المنكر إلى منكر أكبر أشد والعياذ بالله. وهذا من فقه الإسلام. لذلك ابن تيمية رحمه الله كان عالما من العلماء في ديار الشام التي نسأل الله تعالى أن ينصر أهلها وأن يعز أهلها وأن يحفظ أهلها وأن يحفظ دماءهم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالنصر حتى تعود هذه الديار المباركة إلى حظيرة الإسلام في العلم وفي الخير. ابن تيمية جاءه الناس يستفتونه، قالوا لقد رأينا التتار في سكر، ثملوا شاربين سكر خمر وهم سكارى، فماذا نفعل لهم؟ ماذا نفعل لهم؟ قال ابن تيمية، أفتى ذلك ابن تيمية، قال اتركوهم على حالهم، خليهم على حالهم. لماذا؟ قال هذم إن استيقظوا إن فاقوا انتهكوا الأعراض وسفكوا الدماء. لا يعني ذلك أن ابن تيمية يقر الخمر، هذه مسألة أيضا لابد أن نفهمها عند أهل العلم. لا معنى ذلك أن الإنسان قال الخمر حرام، ابن تيمية قال الخمر جيد والسكارى جيد حالهم طيب، لا، إنما هو نظر إلى المفسدة التي قد تنجر على صحوهم. فهذا مسائل العلماء يقدرونها، وصوروا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عليه أيضا أن يتعلمها. أنا أريد الآن أن أمر بمعروف أو أنا أريد أن أنهى عن المنكر، لابد أن أقيس هل أن أمري بالمعروف فعلا سيؤدي إلى خير؟ هل أن نهي عن منكر سيؤدي إلى شر؟ فلذلك على المسلم أن يتعلم هذه الأحكام، وهذه من الحكمة التي من رزقها فقد رزق خيرا كثيرا، كما قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أختم إن شاء الله تعالى بمسألة ذكرها الإمام سفيان الثوري، وهي اللين. أيضا اللين في النهي والنصح. لذلك دخل رجل على هارون الرشيد ونصحه فغلظ له في النصيحة. في بعض الناس يظن أن التغليظ في النصيحة هو الصحيح، بمعنى أن لابد أكون شديد وعنيف، ليس هذا المقصود. قال فغلظ لهارون الرشيد في النصيحة، فقال له بعث الله تعالى موسى وهارون وهما أفضل منك إلى فرعون وهو أسوأ مني، فقال تعالى لهما فقولا له قولا لينا. فهذه حكمة نتعلمها إن شاء الله، وأسأله تبارك وتعالى
أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Cari fratelli, continuiamo inshallah a parlare della hikma, della saggezza. Abbiamo visto un ambito della hikma che sarebbe il da'wa, l'invito alla strada di Allah subhanahu wa ta'ala. Abbiamo visto alcune regole, alcuni esempi della vita anche del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E oggi passiamo inshallah ta'ala all'altro ambito, l'ambito dell'amr bil ma'ruf wal nahy an il munkar. Cosa vuol dire l'amr bil ma'ruf wal nahy an il munkar? Una regola islamica, un principio islamico che i musulmani, il musulmano devono invitare al bene, devono ordinare il bene e devono anche impedire, cercare a togliere, a correggere un male. Questo è un principio islamico. Abbiamo tantissimi versetti del Corano e abbiamo anche certi hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E tra i sapienti dell'Islam è stata una lunga discussione, ma amr bil ma'ruf e nahy an il munkar, un ordine personale, vuol dire questo un obbligo a ognuno di noi, o solo a certi, o come? La conclusione di questa discussione era: per i sapienti dell'Islam un obbligo senza discutere questo, per la massa, per tutti gli altri musulmani un obbligo quanto ci sono i condizioni. E abbiamo qui un detto di un sapiente dell'Islam che si chiama Sufyan al-Thawri, dice una regola molto importante: chi vuole praticare questa regola dell'Islam deve avere tre condizioni. Una, deve essere dolce nel modo in cui propone il bene, invita al bene, o anche invita a evitare un male, un sbaglio, un peccato. Devi essere giusto e devi conoscere. E spieghiamo inshallah ta'ala queste condizioni. I sapienti musulmani hanno messo 10 condizioni. Noi oggi parliamo soltanto di 5 inshallah ta'ala. La prima regola, che l'intenzione deve essere pura e corretta e giusta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire quanto io invito a un bene o cerco di correggere un sbaglio o un male, devo farlo soltanto e soltanto per Allah. Non devo farlo ad esempio per odio a qualcuno, o deve farlo per dimostrare che so meglio dell'altro, o cerco a vedere il sbaglio, far vedere lo sbaglio dell'altro, o eccetera. Quindi qui l'intenzione deve essere pura e giusta. Lo scopo anche deve essere quello di creare il bene. E per questo troviamo in tutti i versetti del Corano l'ordine divino nel Corano è stato sempre a mettere in priorità l'invito del bene, amr bil ma'ruf, prima del nahy an il munkar. In tutti i versetti del Corano, andate a vedere inshallah e leggete bene e vedete che sempre l'ordine di l'invito al bene, amr bil ma'ruf, è stato in priorità. E questo è il contro di quello che fanno certi. Certi cosa fanno? Solo cercano lo sbaglio.
si concentrano soltanto a cercare i difetti, i sbagli dell'altro per commettere sempre problemi, per fare delle confusioni, per fare le guerre, eccetera. E questo non è giusto, non è corretto, non è questa la qualità dell'Islam. Anche abbiamo certi hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che muslim non deve mai cercare gli sbagli degli altri. Il muslim non deve mai mettere come una sorta di no, per cercare, per vedere, oh, questo tu hai fatto la preghiera, non hai fatto un sujud, mancato qualche secondo. Tu hai letto il Corano oggi, hai fatto un po' veloce. Tu hai fatto un discorso, la kasra non era kasra, era una fatha. Non è questo il modo islamico. Non è anche questo il modo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ricordiamo bene il hadith dove un uomo ha fatto la preghiera tutta storta. I sahabi erano arrabbiati per dirlo: come stai facendo la preghiera? Tu stai parlando nella preghiera, stai battendo i tuoi piedi. Un hadith. Mentre quando ha finito la sua preghiera, è arrivato da lui il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gli ha detto: guarda, la preghiera è così, è così, è così, è così. E non l'ha detto neanche perché hai fatto questo, o come mai tu hai fatto questo, o quello che tu hai fatto era sbagliato. Niente di questo. Subhanallah. Una saggezza questa del Nabi sallallahu alaihi wasallam. Era possibile di dirlo: tu guarda, tu hai fatto questo sbaglio, uno, due, un secondo sbaglio, terzo, un terzo sbaglio. Però non era questo il modo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Questo possiamo dire il modo di una certa gruppo che si chiama Khawarij, che sono nati anche nella storia dell'Islam, che hanno commesso gravissime crimine e sbagli pensando con la buona intenzione, vogliono correggere, vogliono fare le cose buone, giuste, però era sbagliato. Il profeta Muhammad alayhi salatu wassalam ha parlato di questi. Ha detto che voi non potete paragonare le vostre preghiere, il vostro digiuno con il loro. Vuol dire che loro a livello di pratica religiosa erano il massimo. Fanno tante preghiere, fanno tanto digiuno, però sono storti. Perché non erano sulla strada corretta e giusta. Quando diciamo la strada corretta e giusta è quella di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Un uomo è entrato nella moschea, ha fatto i suoi bisogni, il sahaba non ha voluto picchiare, il profeta alayhi salatu wassalam ha impedito il sahaba di spaventarlo, aveva paura che forse questo può farlo un danno nella sua salute. E poi cosa ha detto il Nabi sallallahu alaihi wasallam? Potete fare pulire con l'acqua, purificare il posto con l'acqua, e la storia è finita. Che hikma aveva il Nabi sallallahu alaihi wasallam? Che hikma? Ma c'è qualcuno che ha scienza più del profeta? C'è qualcuno che sa il bene, il male più del profeta? C'è qualcuno che ha saputo praticare questa regola di amr bil ma'ruf e di nahy al munkar meglio del profeta? Impossibile. Però noi non vogliamo imparare, non vogliamo imparare, questo è il nostro difetto. Vogliamo fare della nostra testa, e con questo noi facciamo delle deviazioni. Quindi facciamo attenzione a fare con le nostre azioni, con le nostre menti, con le nostre intenzioni, devono essere collegate, devono seguire molto bene il modo del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. La seconda regola, i sapienti dell'Islam dicono: ci vuole che qualcosa che è sbagliata deve essere davvero qualcosa non è corretta, devi essere sicura,
E quando diciamo noi sicura vuol dire c'è un consenso di sapienti musulmani se che questa cosa è storta e sbagliata. Non è che io devo vederla o l'altro. Faccio alcuni esempi. Certe persone cominciano a criticare delle persone o anche a aggredirle su una cosa che forse non è neanche giusta. Quindi vai a studiare prima, vai a cercare, forse quella che tu hai visto non è buona, non è giusta. Ho fatto un esempio: una volta certi fratelli in viaggio hanno voluto fare la preghiera e hanno fatto la preghiera con i loro scarpe. Arrivato uno ha detto: guardate, no, non si fa la preghiera con i scarpe. Andiamo a cercare, vediamo cosa dice il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerchiamo i fatwa di sapienti dell'Islam, che tutti sono d'accordo che fare la preghiera con le scarpe, con condizioni se sono puliti, purificate, è una sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Non solo che è una cosa permessa, è una sunna. Quindi studiamo prima e poi parliamo. E poi vediamo che i nostri comportamenti saranno giusti e corretti. La terza regola: non dobbiamo fare inkar di qualcosa dove c'è diversità tra sapienti dell'Islam. Ad esempio, uno sta facendo il sujud, andando il sujud con i suoi mani, seguendo una scuola della fiqh. L'altro invece va direttamente con i ginocchi. Non è permesso che uno vieni a criticare l'altro su queste cose, perché sono permessi, perché tutte le due cose sono state fatte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e non sono state fatte per niente, sono state fatte per rahma, per misericordia. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ha insegnato questo, ha insegnato questo per rahma, per la sua umma, sapendo alayhi salatu wassalam c'è quelli che possono fare questo e quelli che non possono fare questo. Quindi nell'Islam tu hai questa possibilità e hai l'altra possibilità. Abbiamo anche una storia molto conosciuta. Umar radiallahu anhu un giorno ha sentito qualcuno nella moschea leggendo il Corano con un modo diverso, in un modo diverso, come ad esempio noi leggiamo Maliki Yawmiddin e Maliki Yawmiddin. Quindi Umar ha sentito uno leggendo il Corano in un modo diverso, l'ha preso con forza, è andato con lui dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Però Umar qua aveva paura, forse qualcuno ha cominciato a cambiare il Corano, e era questa la sua intenzione. Gli ha portato del profeta alayhi salatu wassalam, il profeta ha detto: ya Umar, leggi. Ha letto Umar, ha detto: va bene, giusto. Ha detto all'altro uomo: leggi. Ha letto all'altro uomo, ha detto: va bene, è giusto. E quindi il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha citato i due modi. E con questo il profeta alayhi salatu wassalam ci ha insegnato nella sua, anche con i suoi sahabe, e non solo questa è la prima volta, sono diversi casi e storie nella vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come l'esempio di quelli che il profeta ha ordinato a un gruppo di fare la preghiera a Bani Qurayza, la preghiera dell'Asr. Certi sono arrivati, hanno fatto la preghiera in ritardo, gli altri hanno fatto la preghiera prima. Quelli che hanno fatto il ritardo hanno detto: noi abbiamo sentito l'ordine del profeta e abbiamo voluto seguire il suo ordine. Gli altri mentre hanno detto: no, perché la preghiera dell'Asr ha il suo orario e quindi noi abbiamo seguito anche una regola del Corano. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha accettato questo e ha accettato l'altro. Dobbiamo imparare tutto questo. Se impariamo questo, possiamo vivere meglio. Noi chiediamo sempre, parliamo della la cultura della diversità e la cultura della convivenza, però dobbiamo impararla prima di tutto tra noi. Dobbiamo impararla tra noi come musulmani. Ci sono persone, quando vedi uno che non ha la barba, non lo saluta.
C'è una, c'è persone che vede una donna che non ha, forse quella che non ha il hijab oggi sarà meglio di noi tutti domani, Allahu a'lam, non si sa. Dobbiamo imparare queste regole dell'Islam, sono regole, dobbiamo imparare una qualità di rahma, dobbiamo imparare la qualità della saggezza anche nel modo in cui noi vogliamo, come finisco ancora inshallah, il modo deve essere anche un modo dolce. Quando uno vuole fare una nasiha non deve portare a un male, deve correggere il male con un altro male. Come in certi momenti noi veniamo a provocare qualcun altro e sappiamo che qualcun altro suo linguaggio non è pulito. Sappiamo che questo qua può insultare l'Islam, i musulmani, il Corano, Allah. Perché noi andiamo a provocare quelli che non meritano anche... Dobbiamo evitarli questi qua. Non dobbiamo correggere un male con un altro male. L'altra regola, non dobbiamo anche correggere un male con un male che può portare un male maggiore, più grave ancora. E per questo il sapiente Ibn Taymiyyah una volta non ha detto: guarda, noi abbiamo trovato quelli tatar ubriachi, cosa facciamo con loro? E lui ha detto: ma lasciateli così, meglio, meglio, lascia che loro sono qui, così, perché se si svegliano creano un disastro, fanno ancora dei crimini più gravi, uccidono, violano le donne. Allora meglio lasciarle. Non vuol dire che lui ha accettato qualcuno ubriaco. Non dobbiamo essere anche come certi, astaghfirullah, non hanno neanche un'intelligenza, dicono: ma guarda, lui ha detto halal per il khamr, guarda com'è. Non è questo, questa è una saggezza, questa è una scienza dell'Islam, questa è sono le regole del Corano, le regole del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E poi finisco con l'altra, anche di essere in farlo in modo migliore, come uno è entrato di Harun al-Rashid e ha voluto farlo una nasiha, fare una critica anche, era molto duro con lui, e Harun al-Rashid gli ha detto: guarda, senti, Allah l'Altissimo ha mandato qualcuno meglio di te, a qualcuno che peggio di me ha mandato Musa e Harun, che sono due profeti, sicuramente sono meglio di te, a qualcuno che peggio di me, che era Fir'aun. Però sentite bene nel Corano, senti bene nel Corano cosa ha detto: ha mandato Musa e Fir'aun, ha ordinato di parlare con Fir'aun con il miglior modo, con il modo dolce. Come ho detto prima, il problema è che noi leggiamo, però cerchiamo, inshallah, speriamo di capire e di mettere in pratica, inshallah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعلي بفضلك رايه للحق والدين فرج كرب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم فرج كرب اخواننا في ليبيا اللهم فرج كربهم اللهم اعصم دماءهم اللهم اعصم دماءهم اللهم عليك بالظالمين في هذه البلاد اللهم يا رب انهم قتلوا العباد ودمروا البلاد واكثروا الفساد فصب عليهم صوت عذاب اللهم فرج كرب اخواننا في سوريا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم فرج كربهم اللهم فرج كرب اخواننا في اليمن اللهم اعصم دماءهم يا رب العالمين اللهم فرج كرب اخواننا في العراق اللهم فرج كرب اخواننا في فلسطين اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين واجعل
واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.